ياكلونها اجدادنا. الحنيني تمر، نفرط التمر بصحن، نشيل التمر على جنب، نوضع المقلة على الغاز، نجيب سمنة عربية، نحط التمر الا يتغير لونه، نقلب بيه قلبتين الا يتغير لونه. بعد ما يتغير لونه نخفق بيضتين ونكته على التمر ونقلبه قلبه قلبتين. هاي مفيدة جدا، تنطي مناعة للصايم من جوع ومن عطش. واكثر شيء الناس تستعمله وقت السحور، طيبة جدا وتنطي للجسم حديد، وإلى مفادة كثيرة يعني للجسم.